ناس كتيرة بتعاني من البطن السفلية أو من الكرش، بيكون شكل جسمها مش متناسق، فبتتضايق بينها وبين نفسها، سواء لما تيجي تلبس وتختار لبسها أو حتى قدام الناس. بيكون شكل الجسم كله رفيع أو حتى متوسط وجميل جدا، بس عندها منطقة الكرش فيها بروز. هقول لكم النهاردة على أفضل 3 طرق طبيعية وهتعملها وانت في بيتك. الطرق دي هتغنيك عن منتجات كتيرة موجودة في الصيدلية، سواء إبر أو سواء حبوب، بعضها بيكون مفيش فيه أي لازمة، وبعضها بيكون غالي جدا ومحدش يقدر يشتريه. برضه هغنيك عن عيادات التجميل وعمليات الشفط وعمليات النحت والحاجات دي كلها، بس 3 خطوات طبيعية عايزك تلتزم بيهم معايا. أول خطوة هي أكلات معينة لازم تمنعها نهائيا من نظامك الغذائي، تاني حاجة أكلات لازم تضيفها في نظامك الغذائي، وتالت حاجة تمارين معينة سهلة وبسيطة لو التزمت بيها فعليا هتنحت شكل بطنك. هنيجي رقم 1 لأكلات لازم تمنعها. أول حاجة لازم تمنعها هو السكر بجميع أشكاله وجميع أنواعه. الحاجات دي بيكون سعراتها عالية جدا، والسعرات العالية دي بتتخزن في أسهل منطقة في الجسم وهي منطقة البطن. وهنا بنتطرق لحاجة مهمة جدا، ليه الدهون بتتجمع في بطنك بالذات مش بتتجمع في أي منطقة تانية؟ لأن منطقة البطن هي المنطقة الوحيدة اللي في الجسم اللي مش بيكون فيها أي عظام. لو بصيت لرجليك أو لإيديك هتلاقي عظام وعضلات وهتلاقي جلد، مفيش أي مشكلة. إنما منطقة البطن هي عبارة عن الأحشاء والمعدة والقولون، وبعد كده بتلاقي الجلد فوقيها على طول، بتجمع الدهون بسهوله في المنطقه اللي بين الاعضاء وبين الجلد، فبالتالي بتتخزن فيها بسهوله دونا عن اي مكان تاني في الجسم. فاول حاجه اتكلمنا عنها انك لازم تمنع السكر نهائيا بجميع اشكاله. تاني حاجه الدهون لازم تقلل من الاكل كله دهون صحيه، وتمنع اي دهون ضاره او اي دهون مهدرجه. تاني حاجه لازم تعملها هي اكلات لازم تضيفها في اكلك. اول حاجه هي الاكلات الغنيه بالاوميجا 3. الاوميجا 3 دي من افضل الدهون الصحيه، ولازم تحفظ المعادله دي. كلما زودت الدهون الصحيه داخل جسمك بتقل الدهون الضاره او الدهون المتراكمه داخل جسمك، فلما تزود الاوميجا 3 او لما تتناولها كل يوم بالتالي هتقل عندك تراكم الدهون الضاره داخل الجسم. ومش هقول لك انا بقى اشتري كبسولات من الصيدليه ولا هكلفك خالص، هقول لك على اكلات لو التزمت بيها جسمك هيتشحن وهيتزود فيه كميه الاوميجا 3، فبالتالي هتقل الدهون الضاره. الاكلات دي هي كده بالترتيب: سمك الماكريل ده افضل انواع الاسماك اللي غني بالاوميجا 3، ثاني حاجه سمك التونه، ثالث حاجه سمك السردين. بالترتيب كده زي ما بقول لك، اي حاجه تقدر تشتريها من دول حسب مقدرتك الماديه اشتريها وحطها في نظامك الغذائي على الاقل 3 مرات في الاسبوع. ثاني اكل لازم تلتزم بيه الخضروات بجميع اشكالها، خاصه الخضروات الورقيه، لان دي بيكون فيها نسبه عاليه من الالياف، والالياف دي بتاخد الدهون اللي موجوده في داخل الاكل وتحوطها وتغلفها وتخرجها خارج جسمك بدون ما تخليها تتراكم داخل الجسم، فبالتالي الدهون الزايده في اكلك مش هتتراكم في الكرش وهتخرج مع الالياف اللي موجوده في الخضروات. من افضل الخضروات دي زي ما قلت لك الخضروات الورقيه بجميع اشكالها، ودي ممكن تضيفها في اكلاتك، ممكن تعملها سلطه، وممكن تاخد اي نوع من الفاكهه خلال او بين الوجبات. وطبعا لازم الفاكهه دي تكون قليله السعرات، ما يكونش سعراتها عاليه. نوصل بقى لتالت حاجه واهم حاجه وهي التمارين، ودي اللي بتتطلب منك التزام شديد، بس بوعدك لو التزمت عليها فعليا جسمك هيتنحت وهيكون شكل جسمك جميل جدا. وهقول لك النهارده 3 تمارين بسيطه هتعملها في بيتك، مش هتروح جيم ولا هتدفع اي فلوس، وما تقلقش انا مراعي النقطه دي. لكن قبل ما اقول لك على التمارين دي لازم تعرف قاعده مهمه جدا. ليه انا بقول لك على التمارين دي؟ بقول لك عليها لان كميه الدهون اللي موجوده في البطن بتقل جدا كلما زودنا كميه العضلات، فبالتالي لما تلعب التمارين دي هتزيد كميه العضلات فهتقل الدهون اللي موجوده في الكرش. تاني فايده من التمارين دي انك لما تعمل التمارين دي بتزود معدل الحرق داخل الجسم، فجسمك بيسحب الدهون اللي متخزنه فيه عشان يحرقها، فبالتالي بتحرق الدهون اللي موجوده في الكرش. طيب اول تمرين معانا انك هتنام بالوضعيه دي زي ما الصوره كده بتوضح لك بالظبط، وهترفع رجليك لمده 20 عده، ترفعها وتنزل ترفعها وتنزلها 20 مره، وبعدين تريح نص دقيقه، وهتكرر العمليه دي لمده 6 مرات. التمرين ده هتعمله يوميا، ده يعتبر من افضل واهم التمارين لانه بيركز على الدهون اللي موجوده في اسفل الكرش اللي بتضايق معظم الناس وبتكون عنيده جدا. تاني تمرين هتعمله هو تمارين التويست، هتقف كده بشكل مستقيم وتلف وسطك بنسبه 90 درجه، بعدين ترجع تاني، بعدين تلف وسطك بالعكس 90 درجه، وهتكرر الموضوع ده لمده 60 عده متواصله، وتريح نص دقيقه وتكرره تاني، وتعمل المجاميع دي 6 مجموعات متواصله، وتكرر المجموعات دي كل يوم. تالت التمرين عندنا وده من اهم واقوى التمارين انك هتثبت رجليك عندك في اي كنبه او سرير في البيت بنفس الوضعيه دي كده، وهتثني ركبتك 90 درجه، بعدين تحرك الجزء العلوي من جسمك ناحيه ركبتك وتستنى لمده ثانيتين، وبعدين ترجع تاني وهكذا، وتكرر لمده 12 عده، تطلع وتنزل 12 مره، وتريح لمده نص دقيقه، وبعدين تكرره تاني. ولو مش هتعرف تثبت رجليك في اي كنبه او اي سرير في البيت وهتحس الموضوع عليك صعب، ممكن تجيب حد من اخواتك او اي حد من اصحابك او من العيله يمسك لك
رجليك عادي وتتمرن انت التمارين بتاعتك، والتمرين ده هتكرره برضه يوميا، والتزمت بالثلاث تمارين دي وبرضه هتحط الاوميجا 3 في اكلك، وهتقلل من السكر او هتمنعه نهائيا، وهتقلل من الدهون. لو التزمت بالثلاث قواعد دول اوعدك فعليا بالجسم متناسق، وهيختفي من عندك الكرش، وهتعرف تلبس بقى اللبس اللي انت عايزه كله.